السلام عليكم الخوش، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم نهار ثاني، غنشدوا البوترين غنفرقوا مزيان. كما قلت لكم قبل الخوت، ديما لونطينمون غير في الدار العشران، ولكن غنشرشمو الميسكل ان شاء الله. وما كاين لا بيسيب ساشير يا البيسيس علينا الخوت. اول لعبه بعدا انا كنخدم بحصيره الخوت، نتوما خدم طابي عندك في الدار اي حاجه، والحصيره ان شاء الله جد من الحصيره. جد من الحصيره. اول حاجه الخوت غنبداو ضروري غادي نسخنو مزيان البوترين ديالنا ونسخنو اليدين ديالنا مزيان. علاش؟ حيت هما اللي غيبقاو يدفعوا فين. بالنسبه للناحيه ديال تسخينات الخوت، نصيحه من عندي، سخنو غير في شي حيط يكون بحال هكا عالي، يعني غتبقى دي ما في المرحله ديال دابا الخوت. المرحله اللي قبل كنا كنخدمو بوشا على حد الكشاف، دابا غنزيدو نعرضو واحد شويه، يعني غتكون هنا في بوزيسيون، نعرضو شويه ونخدمو. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side. الخوت مرحلة ثالثة بوترين، يعني غادي نعرضو يدينا بزاف، تقريبا ماشي الماكسيموم ولكن قل شوية ونخدم. الخوت غنخدمو بوشا دايموند، يعني كيف ما كنقولو لحنا بريميجا، ونبداو. غادي تهبط بوزيسيون نورمال عادية، غادي تهبط هنايا وتطلع شوية وتهبط شوية وتطلع كامل، يعني غتهبط هنا 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 هنا. المهم خليكم مع المهم. Don't say you're on the run to the other side my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. خوت غنخدمو واحد موفمو اللي بنادم بزاف كينساه، هو كيغونفلي مزيان البوترين. إلا بغيتي تولي عندك بوترين كومبلي زوينة، خاصك تخدم هاد الموفمون، ولكن غادي تخدمو فهاد لي زيتاب، يعني غتبدا من الأول حتى توصل ليهم. بداو هادي.
كنمشيو واحد الموفمون اللي كيفرقع الشوفال هي بوشات انكليني، يعني غادي تكون شي حيط بحال هكا يكون عالي بحال هكا، وغادي تحط رجليك الفوق وغادي تكون فهاد البوزيسيون. بداو دابا الخوت عندنا اخر موفمون فهاد الحصه وغنخدموه دابا. بالنسبه للخوت البوزيسيون ديال اليدين غتكون هاكا بحال هاكا، تكون بحال هاكا يعني. بعدا غادي تكون ضروري شي حاجه تكون عاليه على شويه بحال هاكا، حط يدك هنايا خويا شي واش خدم هنا. ديما ليكود ديالي يدخلو هنايا، ميمشيوش هنا في هاد الموفمون هذا، باش ما نبازيوش بزاف على التريسيبس، نبازيو على البوترين مزيان. هنا الخوت كنكونوا سالينا الحصه ديالنا ديال اليوم نهار ثاني ديال البوترين. الحمد لله دازت حصه زوينه وطلعنا بومب زوينه، وتحيه خويا حمزه اللي كيصورني كنعذبو معايا، العز ليك اخويا حمزه. والشعار ديالي الخوت راكم عارفين، الفقر والشجاعه عشيري، الفقر والشجاعه. المهم هو بنادم كيستافد مني وانا معاكم الخوت اللي كتستافدوا، وهاي البومبا الخوت. هذا من فضل ربي، الحمد لله والشكر لله، والله يجعلها صحة ديما. هنا الخوت كنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم، والعز بيكم، وتشوفوا فيديو ولا فلوق جديد.